الحمد لله وكفى، وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى. أحبتي الكرام، نكمل ما بدأناه من حديث عن قصة آدم عليه السلام. وكنا في الحلقة الماضية قد وقفنا مع معصية وعصيان آدم لربه سبحانه وتعالى، وكيف جمل له إبليس الأكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل من الأكل منها. فقال المولى عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، فأنزله الله عز وجل إلى الأرض بعدما كان يعيش في الجنة موسعا مرحبا. ولكن آدم عليه السلام، واعترافا بذنبه وتصغيرا لنفسه وتعظيما لخطيئته، سأل الله تعالى التوبة والإنابة والمغفرة، فقال عز وجل على لسان آدم: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال المولى عز وجل في آية أخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أحبتي الكرام، الدرس المستخلص من هذه الواقعة، ونحن نعيش في كنف رمضان، في ظل رمضان، رمضان المغفرة، رمضان القرآن، رمضان التجاوز، رمضان التسامح، علينا أن نقبل على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. بل إن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابه مغفرة. بل إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل إن المولى عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل والناس نيام، فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وإن لله عز وجل عتقاء من النار في هذا الشهر المبارك الكريم. أحبتي الكرام، التوبة التوبة والإنابة والإقبال على الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من التائبين، من المقبلين على الله عز وجل. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.